السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم مصطفى من قناة مو جيمين يو، واليوم رجعنا لكم في حلقة جديدة في لعبة قهر أونلاين لشرح الأحداث الأخيرة اللي نزلت في اللعبة. وصراحة اعذروني على تأخر الشرح، لأن صراحة بالأيام القليلة الماضية أنا كنت شوية تعبان وما قدرت أسوي شرح. لكن قبل ما نبدأ، يا ريت إذا ما كنت مشترك في القناة يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولا تدع فيديوهاتنا تليك عن واجباتك الدينية والدنيوية. طيب خلينا نبدأ. طبعا أول شيء المهرجان اللي نزل اللي هو هذا المهرجان اللي هنا، مهرجان الفأر، مهرجان سنة الفأر. أنا أول مرة أشوف ناس يحتفلون بمهرجان الفار، هو الأوادم ما حد محتفل بيهم. طيب حاليا طبعا قبل ما نبدأ نشرح، أكو فد ثغرة مشتغلة في اللعبة حاليا ويا ريت تلحقولها، يعني طبعا شرحت عنها في الحلقة اللي قبل هذه. اذا ما شفتها دوس على علامة التعجب وراح يوديك الى هذه الحلقة حتى تشوف الثغرة اللي موجودة، تقدر تحصل انها طلاسم حرة كثيرة جدا. وخلونا نبدأ هذا المهرجان. طبعا من يبدأ راح تجي الى هذا المكان، وهذا ملك الثاوة. طبعا تقول له واو هذا رائع، راح يطلع لك تصوير اللي هو هذا نانا، نعم شكرا جزيلا ولا بلا بلا. المهم راح تدوس اللي بالزاوية على مود نخلص من عنده، لان هذا يوميا راح يتكرر. ماذا يمكننا ان افعل؟ طبعا راح ندوس لهيك راح يمشيك شوي هنا يجيبك عند هذا اللي هنا الفتاة الساجة. طبعا يقول لك واحدة من عندهم، ندوس اي واحدة ماكو فرق، واخذ لك فد اي زي من هاي الازياء. طبعا اكو قسم من عندهم 3 نجوم، اكو قسم من عندهم 5 نجوم. على العموم طبعا من تاخذ من عندها الزي، ومن طاني هو اي شيء ما ادري ليش، هو المفروض يعطيك فد زي لكن هو فقط يوم واحد يعني ما بيفايدة. تحكي وياها، من ينطيك الزي لازم تحكي وياها النوب، تقول نعم ارسل اليها ما ادري شنو. تجي على هنا راح يحكي ما ادري ويا منو، صراحة هو ماكو احد هنا. على العموم تقولها ستصبح افضل، تمام. هسه حاليا ادوس تأكيد على مود يروح يستخدم الالعاب الربيع النارية. طيب وصل هنا اوتوماتيكيا راح يستخدم الالعاب النارية، دوس موافق راح يرجعك الى ملك الثروة. حاليا خلصت هذا الموضوع. نطاك باقة حظ عالم عام الفار، واثنين من هاي وهاي الباقة. هاي فائدة الباقة هذه انه تسوي لك تخفيضات على عباءات 5 نجوم تشتريها بسي بي حر. طبعا لذلك هاي الباقة راح نذبها يومي، راح نعطيك واحدة من هاي الباقة لازياء مختلفة. يعني انا يعني ما عندي سي بي هذا اصلا فما راح نحتاجها. تحكي ويا ملك الثروة راح يجيبك الى الاسد. حاليا نطاك بيضة وحش النيان هذه، شو تسوي؟ طبعا مثل ما تلاحظون هنا هذين الثلاثة المفرقعات ما ادري شنو. تحكي ويا محضن الخشب راح يكون مفتوح اصلا، يعني من بداية المهرجان مفتوح محضن الخشب. تقول له فقص بيض الويان وتحط اليان ما ادري شنو، تحط البيضة. طبعا هذا حجر علامة النجم من يجي لك؟ يجي لك من خلال انه تقتل وحوش في الارض الخالدة في جزيرة التنين، في اي مكان راح يجيك من حجر النجم هذا، حجر علامة النجم. وبيوض ايضا راح تجي لك من خلال رموز الطاقة هذه، وايضا من خلال انه تكمل المهمات اليومية، المهمات مالت الدنيا. خلينا نكملها بسرعة ونرجع لكم. تمام حاليا طبعا استخدمت 4 رموز مالت الدنيا و جت لي هاي الشغلات. طبعا هاي الباقة اللي هي اول باقة تجي لك، باقة غنائم عالمية تقريبا اسمها، راح تنطيك 10 من بيضة النيان هذه مستوى واحد. حاليا جتنا من وحش هذا البيضة مستوى واحد ومستوى 2. حاليا انا حطيت طبعا بيضة وطلع لي هسه حاليا ماعز عادي، فراح يقول له حاجز عادي، لكن مع الاسف انا اصلا قاتل هذا، ومثل ما تلاحظون هذا الكتاب اللي عندي هنا انا قتلت هذا الوحش من قبل. فالوحش اللي تقتله ويطلع لك مره ثانيه راح تاخذ الروح ماله فقط، روح وحش النيان، وراح نقول لكم شنو فائده روح وحش النيان ان شاء الله بعد قليل. حاليا محضن الخشب نحط به بيضه ايضا، وهنا مثل ما تلاحظون محضن المعدن. طبعا هذا المحضن المعدن تقدر تفتحه من خلال انه تجمع 20 وحده من بلوره الحمم. بلوره الحمم مين تنجمع؟ راح نقول لكم ان شاء الله بعد قليل ايضا. خلي نفتح هنا نحط لنا وحش نيان النوب. حاليا طبعا هذا من تدوس عليه يقول لك باقي 282 ثانية على مود يكمل. تقدر تسوي اسراع الفقس وياخذ منك 5 من هذه راح يكمل قبل، وهذا الثور ايضا اني ماخذه، فراح اكمل البيض اللي عندي حاليا. واذا طلع لي وحش يعني ما عندي من قبل اقدر اقتله راح نرجع لكم، انتظرونا.
طبعا حاليا مثل ما حطه، طبعا سويت بيضة وطلع لي ماشية، ماشية أنا بعدني ما كاتلة، فلذلك هسه من نكتلة راح ينضاف إلى المجموعة مات اللي هنا. أنا هذا ماشية بالنقي صار موجود، حاليا ناقصني فقط سلحفاة وكركري كركي وتاو وفوضى وعنقاء. طبعا المستوى واحد راح ياخذ واحدة فقط من هذه من يفقس، لأن يعني مستواه قليل هو أصلا، يعني ما ياخذ وقت طويل أقصد. طبعا للعلم فقط، من يطلع لك وحش ما موجود عندك وتريد تدخل ده تقتله، لازم تكون بدون فريق. اذا كنت في فريق ما راح يقبل يدخلك الى هذا المكان. حاليا طبعا انا قاعد اشتغل على واحدة فقط واسوي اسراع قبل، الثانية قاعد يحسب حاليا بعد له 202 ثانية على مود يكمل، لان ذاك مستوى 2. فخلينا نكمل ذني ونرجع لكم. حاليا كملنا البيضة اللي عندي، وانا عندي بيض اصلا زايد، يعني عندي بيض هواية أصلا بالحقيبة، مثل ما تلاحظون هنا بيض وهنا بيض أيضا، 23. هذا مقيد وهذا حر. طيب حاليا هذه وين وصلت؟ 129. فراح نستخدم من هذا العمود نكملها بسرعة. وحاجز السلحفات، هذه السلحفات أنا ما حاجزها من قبل، فتمام حصلنا وحش جديد. خلصنا حاليا العادي، خلصت والنقي، خلصت الفريد، وباقي بس الراقي والفاخر. حاليا الوحوش ذني اللي تهزمنا هنا، كل ما تهزم وحش راح تحصل نقاط، النقاط هاي راح تدخلك الى الترتيب. هنا انا من تحكي ويا ملك الثروه الحصول على هديه المباركه، مثل ما تلاحظون هسه انا عندي 3530 نقاط المباركه. تقدر تقول له مثلا، لدي سؤال اخر، كيف اجمع نقاط المباركه؟ اكمل المهمات اليوميه التي يعطيك اياها ملك الثروه، ستحصل على عدد من نقاطكم الجميل. طبعا اكو نقاط مباركه ايضا تجمعها من خلال الاسد هذا، راح ندخل بالداخل ان شاء الله ونعرفكم على طرق النوبه. وقم بتوزيع المظروفات الحمراء لتحصل على عدد كبير من نقاط المباركه، اللي هو ان شاء الله راح نشرحكم اياه بعد شويه. ايضا البيض هذا طبعا شلون تجمعه، اكو عده طرق تجمع بيها، وان شاء الله راح نقولكم اياه حاليا. مثل ما لاحظتوا قبل شويه طبعا حصلت اني بيض. طيب من الطرق اللي تجمعون بها هذا البيض حتى تقدرون تدخلون الى الترتيب اللي هنا، وطبعا مثل ما تلاحظون الترتيب هذا شنو الفائده مالته؟ من الفائده مالته من توصل الى النقاط المطلوبه راح تحصل الجائزه اللي موجوده. حاليا اول جائزة مثلا حجر زائد 4 و1000 نقطة طاقة، الجائزة الثانية حجر نجم مشع و2000 نقطة طاقة، الثالثة فاكهة الروح و3000 نقطة طاقة، الرابعة عباءة الربيع اللي انا حاليا لابسها، مثل ما تلاحظون هاي العباءة اللي انا لابسها، طبعا راح ينطيك اياها دائمة وهي 3 نجوم. ونشوف الجوائز البقية، من توصلها الى 2500 راح يعطيك عباءة الربيع ومعاها طلسم، باقة طلسم اصفر اختياري وليس يعني عشوائي، انت تختار الطلسم اللي تريده لكن ليس نادر وانما طلسم عادي. من توصل الى 3500 واللي انا حاليا وصلت راح يعطيك جوهرة دائمة صغيرة، ومن توصلها 8888 راح يعطيك درع مطية الربيع دائم ايضا. فخلينا نقول الحصول على الكل ليست كفاية للهدية. زين هذه لحظة، من توصل 3500، من توصل 3500 واضح انه راح تحصل على باقة الطلسم، ومن توصل الى 8800 راح تحصل جوهرة دائمة. حاليا راح نجرب، راح نجمع ان شاء الله راح اجمع نقاط، وهسه مثل ما تلاحظون خلينا نشوف شلون نجمع النقاط. اول شيء نكمل المهمات اليوميه اللي كملناها قبل شويه. تقريبا لازم تسوي يعني تحصل يعني وحش جديد عمود تزيد النقاط مالتك. هسه خلي هذه طبعا من ندوس عليها باليمين نروح وحش النيان، يقول لك انه ب10 تقدر تسوي وحش نيان عادي، ب30 وحش نيان نقي، ومثل ما تلاحظون الارقام الباقيه. ب100 تقدر تسوي راقي، وانا الصراحه عندي واحد راقي نقص فنسوي هيجي. شوف هسه حاليا من فضلك اختار وحش النيان الراقي الذي تود الدمج اليه. حاليا انا عندي دا نشوف بالله يا وحش اللي ناقصني كركي وعنقه، ها بس ينطيك الوحش اللي ناقص عندك. حاليا هذا لو يوصل 200 اقدر اخذ ذمه الوحش اللي هو مثلا نقول راقي، حجز العنقه. هاي الفائدة من هاي الأرواح. حاليا أخذ الميت روح هذه وظلت عندي 45، فأنت لازم تجمع من هذه البيوض على مود تسوي الموجودة بالكتاب كلها. حاليا مثل ما تلاحظون من سويت الكركي هذا أو العنقاء عفوا،
زادت النقاط مالتي صارت 3830. الوحش اللي انت كاتله من قبل ما راح يزود لك نقاط، لكن الوحش اللي بعدك ما كاتله راح يزود لك نقاط. وارجو ان تكون المعلومه واضحه. ولا معلومه ايضا، كل ما يكون الوحش يعني اللي هذه النقاءه مالته اكثر، يعني الفاخر راقي، راح يقوم ينطيه نقاط اكثر. طبعا عرض ترتيب المباركة، الترتيب موجود تقريبا هو يومي. الجوائز هي مثل ما تلاحظون 1200 جوهرة طلسم تصبيح شعر الربيع. لا، هذا الترتيب ليس يومي، هذا الترتيب من بداية المهرجان إلى نهايته. اللي راح يفوزون راح يحصلون من هاي الجوائز مثل ما تلاحظون قدامكم. حاليا شنو بقى عندنا؟ ندخل ام الأسد المشتعل. ما ادري الصراحه انا ليش لما ابدي اصور حلقه الدنيا كلها تقوم تحكي وياي، سبحان الله، يعني بقدره قادر الدنيا كلها تقوم تحكي وياي لما اصور حلقه. على العموم هسه حاليا دخلنا الى هذا المكان. تكلم ملك البطيخ، ملك المطبخ، ملك البطيخ. طبعا حاليا اكو فد طريقه تزود بيها النقاط مالتك هناك مثل ما قلت لكم، هي عن طريق انه تروح الى التفاعل وتدوس هيجي وتنطيها للواحد. المفروض هذا الواحد يوافق على متحصل انت جائزة وهو يحصل جائزة، لكن الى الان ما حد وافق. ما ادري هل هي مشكلة في اللعبة ولا هم الناس ما يريدون يوافقون، والى الان اصلا ما حد دز لي من هذه التهنئة. المفروض تدوس على واحد وتنطي التهنئة. على العموم هذه طريقة من الطرق اللي تزود بها النقاط مالتك. ذاك الباندا طبعا راح تحكي وياه يرجعك الى مدينة التوام. طيب يا باني ليش رايح هنا؟ راح نقول لكم هسه ليش رايح انا هنا. أنا رايح هنا على مود هذا، قدم لي خريطة النجوم. نطاني هاي الخريطة، طبعا ما مكتوب بها اي شيء، ما ادري ليش. اول مرة اخذت من عند الخريطة هذه كان مكتوب بها، لكن ماكو بعد ما ينكتب بها، ما ادري ليش الصراحة. هذا اول مرة تجي للمهرجان راح يعطيك فد مهمة انه تقتل 100 وحش في هذا المكان. خلينا نجي نشوف الوحوش اللي هنا. وحوش طبعا جدا كيوت وراهي، يعني حيل حلوة شكلهم، حيل حلو. هذول الوحوش من تقتلهم راح ينطولك جوائز عديدة تفيدك بهذا المهرجان. لكن خلنا نذكر لكم الشيء المهم في هذا المكان. الشيء المهم انه انت تقدر تحصل من هاي البيوض من خلال هذا المكان. شلون؟ طبعا هذول الوحوش ما ادري الصراحة ينطون من هاي البيوض لو لا، لكن الشيء المتأكد من عنده انه اكو فد جنية صغيرة تطلع بيناتهم، هاي راح تنطيك بيوض 100%. وشغلة ثانية قبل ما نروح نقتل ايضا راح نقول لكم عليها، طبعا ما تقدر تركب حصان هنا ولا تقدر تسوي تلقائي هنا. مثل ما تلاحظون هاي الحقيبة، لقد حصلت على مكافأة حقيبة، اذهب وابحث عن حقيبة حظ اخرى. ها طبعا هاي الحقائب تحصل معدها وجائزة مرة واحدة مبين، انا حصلت عليها جائزة البارحة واليوم ما تقبل تنطيني. هذه واحدة ايضا، هي تقريبا هي 7 حقائب موجودة دار مدار الخريطة. هذه ايضا حقيبة هذه، لكن متى ناخذها؟ لان انا ما اخذها يقول لي. مو مشكلة. حاليا طبعا مثل ما تلاحظون الوحوش الكيوت اللي هنا موجودة وصوتهم مزعج، ما ادري ليش، يعني الصوت حيل ما يشبه الشكل. انا حاليا اللي اريده هي الجنية اللي تظهر بين الوحوش ذولي، هي جنية هيك صغيرة تظهر بين هذن الوحوش، هذيك المهمة. هذول الصراحة راح ينطوك اشياء، يعني ممكن ينطوك من هاي اللي تسرع التفقيس، لكن يعني اشياء مو مهمة حيل. هاي ايضا حقيبة، حاليا نطوني فد شي مثل ما قلت لكم راح ينطوك من هاي اللي تسرع التفقيس، هذول الوحوش. او ممكن ينطوك من بلورة الحمم ايضا، طبعا هاي ب20 وحدة من بلورة الحمم راح تفتح المبيض الثالث، وراها بعد ما تستفيد من عنده فمن تستخدمه راح يقوم ينطيك نقاط طاقة. هاي لقيتها، هاي الجنية، لا اله الا الله، ماتت قبل. هاي الجنية مثل ما لاحظتوا هذه شكلها، طبعا تطلع بكل مجموعة من هاي المجموعات تقريبا تطلع وحدة، لكن اوقات يعني ما حفظتها الصراحة كلش، قد تطلع مرة لكن ما تطلع دائما، فلازم تقتلها. من تقتلها راح تنطي لك من بيضة الوحش النيان مثل ما لا تلاحظون، وايضا تنطيك من البلورة. فهي هذه المهمة تقريبا. ذول الوحوش ممكن ينطوك من بيضة وحش النيان لكن قليل، يعني مو مثل ذيك الجنية. ذيك الجنية تقريبا يعني كل مرة قتلتها نطتني من البيضة مالت الوحش النيان، وممكن تنطيك ايضا مستويات اكثر من مستوى واحد، يعني مو الا تنطيك مستوى واحد فقط.
فهذا بالنسبة لهذا المكان اللي هنا. خلينا وبعد نرجع إلى مدينة التوأم. طبعا هذه بيضات، هذه ما أعرف الصراحة إيش قد العدد الأقصى في اليوم تقدر تحصل من عندها من خلال الجنية. هذا المحضن الثاني مثل ما قلت لكم، هذا المحضن الثاني ينفتح ب 20 بلورات حمم، والمحضن الثالث راح ينفتح اليوم. طبعا هو كانوا كاتبين يوم 23 ينفتح، لكن واضح انهم كلاوتشية وانفتح اليوم مو يوم 23. طبعا للعلم فقط، باقة تسجيل الدخول اليومي راح تنطي لك بيضة وحش نيان مستوى 3 اللي هي اعلى شيء. خلي نجي نحطها بواحد من ذني، اسرع الافقاس يا ابا بس اطلع برا. حط لنا البيضة مستوى 3 وراح تاخذ من عندك هواية طبعا من هذه حجر علامة النجم. اسرع الافقاس 15 وحدة راح تاخذ مثل ما قلت لكم. لا حول ولا قوة الا بالله، نطاني نفس الاسخام اللي كان عندي اصلا. مشكلة على العموم، مو مشكلة هسه. طبعا هذا حجر علامة النجم تقدر تجمعه من خلال انه تقتل وحوش في جزيرة التنين، راح تحصل على من هاي تقريبا 100 في اليوم تقدر تحصل من حجر علامة النجم، ومن تقتل في الارض الخالدة ايضا راح تحصل من هذه حجر علامة النجم اللي تساعد في تسريع تفقيس البيوض. حاليا ها طبعا جت هاي الباقة كل يوم تقدر تفتحها مرة، وما اعرف شنو طتني، طتني 300 نقطة طاقة، يعني شيء فاشل الصراحة. مو مشكلة، خلونا نروح الى جزيرة التنين ونعلمكم على فالطريقة مناسبة تقدر تحصل بيها نقاط هواية من هذا الموضوع. للعلم فقط، هاي الوحوش اللي موجودة في هذا الكتاب الى ان تقدر تسويهن كلهن، يعني اكمل الكركي والتاو والفوضوي والفوضى عفوا، راح تنعاد من الاول على مود تقدر تجمع نقاط اكثر، فلازم تكملهن كلهن على مود تنعاد من الاول وتقدر تجمع نقاط اكثر واكثر. هاي الفكرة من المهرجان هذا. طبعا للعلم فقط، هنا الوحوش في الارض الخالدة من تقتلهم راح ينطولك من بيوض وحش النيان، لكن حرة وليست مقيدة مثل ما تلاحظون. طبعا انا عندي من هاي بيضة نيان مستوى 1 24 وحدة حرة. هاي شلون جمعتها؟ طبعا انا عندي حسابات هواية، يعني مع اصدقائي وهم يناطيني اياها. تفتح الحساب، تقتل وحوش في الارض الخالدة، وانت راح تكملهم الارض الخالدة لازم، راح تنطيك من بيضة وحش النيان. طبعا هاي تقدر تسوي لها تجارة، فتسوي لها تجارة وتحطها بالحساب الاولي مالك، وتروح تفقسها عد المحاضن ذيكي، ومن خلال هاي الطريقة تقدر يعني تستفاد اكثر في حسابك الاول حتى تحصل جوائز اكثر واكثر. وايضا في جزيرة التنين، طبعا خليه تلقائي يقتل هنا في جزيرة التنين، راح يجمع لك من البيوض ومن هذه حجر علامة النجم يعني مجموعة لا بأس بها. بما انه هسه حاليا احنا خلصنا المهرجان هذا مال عام الفار، اتمنى اذا كان اي واحد عنده سؤال عن هذا المهرجان يكتب لنا اياه اسفل الفيديو وان شاء الله نجاوب عليه. حاليا فقط بقى عندنا اللي هو سنوية ذكرى سنوية هذه. مثل ما تلاحظون طبعا هذا المهرجان رجع من جديد، والجوائز مالته فاشلة الصراحة، يعني يعني تصفحت الجوائز مالته، لكن صراحة تافهة الجوائز مالته حيل. على العموم خلينا نحصل طبعا الجوائز. الجميل انه بهاي المرة انه اكو هواية مهمات تسويها في اليوم. خلي نسوي هذني، يا سلام يا سلام، كمل لي هذني المهمات كملناها حاليا، وتقدر تجي هنا تشوف المهمات اللي كملت. ايش حد عتاد مرة، اكمل مدينة ديز، اكمل الابطال الساحة، شنو طبعا هاي اكمل ابطال الساحة، اكمل مدينة ديز، هاي تصير بدون ما تسويها اصلا، يعني انا بدون ما قاعد اسويها هي قاعد تصير اصلا الحالة. وقت الزعيم الصراحة ما افتهمت هاي وقت الزعيم اصلا صارت الحالة واني ما قتل الزعيم. استخدم رمز الطاقة لتدخل اللعبة مرة، نافس بمبارزة النخبة، ان شاء الله من تبدي تطلع بمبارزة النخبة راح اشارك. والراية وخمس ايام دخول وثلاث ايام دخول، واستهلك 100 نقطة طاقة وتدريبات لجيانج. حاليا ذن الاثنين راح نقدر نسويها هسه بسهولة. تجي هنا سوي لي يا حبيبي دراسة واحدة، سوي لي استعادة مو مشكلة، بعدني مو هسه راح اسوي دراسات مالت الطاقة. وسوي لي ايضا من هنا سوي لي فد دراسة، تمام.
طبعا بالنسبة للناس اللي يقولون على مود موضوع الطاقة والإجيانج، إن شاء الله أنا راح أسوي حلقة عن هذه الطاقة والإجيانج، يعني شلون أنا سويت هذا برتقالي وأحمر. طبعا مثل ما تلاحظون كله برتقالي وأحمر، والأحمر كثير جدا يعني للعلم، فقط واصل 72 ألف، 62 ألف يعني. وأيضا الطاقة، يعني أنا قدرت أقفل الطاقة مالتي يعني بشكل جيد، يعني 380 380 تقريبا 380 كلهن، وهذا أنا فقط قاعد أبدأ أغير به هسه حاليا، ولذلك هيك مخربط شوية. فإن شاء الله راح أسوي حلقة عن هذا الموضوع في القريب العاجل، حاليا بس داني سويتهن على مود أكمل هذه، هاي 100 نقطة وهاي 100. حاليا مثل ما تلاحظون هاي طبعا قاعد يزيد، حصلنا احنا هاي الجوائز كلها، وكل ما ينترس هذا الخط راح تحصل جائزة من هاي الجوائز. هذا انفتحت لي، خلينا نستلمها الحصول على الكل. طيب هذا خلي نفعله، وهذا ايضا خلي نفعله ونحطه نرتاح من عنده. طبعا اكو شغلة متجر النقاط تقدر تشتري من عنده الاشياء اللي قدامك، هذه حجر بلس 5، حجر زائد 3، النقاط اللي جمعها اني الى الان 2800. الان راح تعرفون شنو فائدة حجر الفلور. هذا حجر الفلور طبعا تقدر تحصله من خلال انه تقتل وحوش في جزيرة التنين، او تقريبا في الاماكن يعني المدن الخمسة الاساسية، راح ينطيك 10 نقاط من هاي النقاط مثل ما تلاحظون، من استخدمته نطاني 10 نقاط. لكن يقول لك تقدر تحصل 500 واحد خلال اسبوع، تقدر تحصل 500 واحد فقط في الاسبوع. فاني صراحة الحمد لله كل يوم انا احط الحساب مالي تلقائي بالليل، واجي للصبح هو يعني مكمل شغله كله تقريبا، راح اقدر انا اجمع هاي بلورة الفلور، وراح تنفع جدا ان شاء الله على مود واحد يشتري بيها احجار زائد 5. الصراحة ما ادري يعني حيل غالية الحجر زائد 5، 15 ألف ايش مشتري يعني، يعني ما راح تجمعها لو ما ادري شي يصير. على العموم تقريبا هيك ما ضل شي، وان شاء الله ما نسيت اي شي بالمهرجان هذا. الصراحة الزيت جديد انا عجبني حيل، شكله يعني جميل، يعني تحس نفسك فار. هو يعني الزي هذا مالت الفار. فقط بقى فحل السلام، طبعا هذا فقط عند التسوق، تقدر تتسوق من عنده اشياء بسي بي حر. وهذا الذي كان عندنا اليوم في الفيديو، اتمنى الفيديو كان عجبكم، واذا كان عندكم اسئلة اكتبوا لنا اسفل الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.